اتكلمنا عن كواليس التجديد، مبروك طبعا. الله يبارك فيك طبعا. لا ما فيش كواليس، بلاش الكواليس دي يعني. لا لا ما فيش كواليس حضرتك عارف. لا هو في الاول وفي الاخر الموضوع جاء على طول. الامير كلمني بالظبط، عمل معايا ميعاد مش توفيق، عمل معايا ميعاد، قعدت معاه خلصت معاه كل حاجه ومضيت، والموضوع ما خدش بالظبط تلت ساعه الموضوع كله خلاص، مش اي حاجه يعني. طبعا شنو يعني انا عارفه من زمان، وخلي بالك كمان محمد قعد فتره صبر كتير جدا، وانا دي حاجه تحسب له، ان فتره من فترات ما كانش بيلعب اساسي، يعني ممكن نقول كان رقم اتنين. ففي ناس كتير قوي بتزهق وبتبدا لا انا عايز اروح حته. هو محمد عارف قيمه النادي الاهلي كويس قوي، وعارف انه في مكان هياخد، طالما وبيتمرن كويس قوي هياخد فرصته، وده اللي حصل. وفتره صغيره جدا بقى رقم واحد في مصر ورقم واحد في النادي الاهلي. فطبعا بنحييك يا شنو على المستوى، ان شاء الله باذن الله مستمر ان شاء الله. قولوا لي بقى، عايز اخد رايكم انتوا الاثنين في حاجه، ويمكن كلمتي مع مستر